السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية مرة ثانية. Do you have any questions in here? Okay. فهون في شغلات كثيرة بتشبه التوي اكزامبل اللي حكينا سابقا. Okay. عشان هيك مريت عليها بالسريع، يعني يكون عندي ليست وعندي مالتيبل ليفز، ممكن يكون اكثر، مش شرط بس ليفز، بس الكي لازم يكون واحد من الليف، يعني واحد من الليف، مش شرط واحد، واحد اور مور. اوكي، هاي لازم تكون كي وورد وهكذا. اوكي تمام. Is this the only thing بالانترفيسز موديول؟ نو، في عندي another interface. اوكي، another interface وفيها so many برضو nodes ولists whatever. تنتهي هاي الكونتينر الثانية هون، تختلف هاي الكونتينر it's called interface state، هاي الكونتينر it's called interface، وبعدين هون بنتهي الموديول. اوكي تمام. هلا again هون في عندي different things اذا بدي اياهم، طبعا احنا رح نيجي نشتغل عليهم، بس لما نيجي نشتغل عليهم لازم نقرا اوكي هاي الامور كلها. هلا I will show you the complete file. اوكي، but before this let me talk about this thing. فأجين أنا أخذت تون إكزامبل، والشغلات المهمة، الشغلات اللي نحتاجها بعدين قاعد بحكي عنها، شو السينتكس، شو المينينج تاعها. تمام؟ good. config false. okay. هلا هاي البوينت ما كنتش كاتبها سابقا. okay. إن شاء الله اليوم بحط لكم السلايدات تضول. كملتهم عن اليانك. okay. بحط لكم إياهم على الإيليرنج. تمام؟ okay. ف اليانج ما حكيناش عن النقطة هاي، ضفتها بعدين. It used to model configuration data and state data. طبعا في شغلات كثيرة، احنا هون بهمنا configuration data و state data. شو ال configuration data وشو ال state data؟ خلينا ناخذ example. في عندي راوتر، ال configuration data اني اجي على الراوتر هذا يكون في عنده 4 interfaces or اخليهم 5 or اخليهم 6 or إذا إنه طبعاً virtual I يعني I can add. إذا عليهم مثلاً 10 interfaces إنه أخلي منهم 4 up والباقيين down. This is configuration. أعطي IP addresses للinterfaces هذول والsubnet masks، هاي configuration data. تمام؟ في configuration data things اللي إيش I can configure، I can write، I can modify، I can alter. في عندي state data. الstate data اللي هي الcurrent الoperational status، الoperational status data. يعني operational data operational status data example عليها زي الstatistics، إنه عندي هاي الانترفيس، الانترفيس هاي صارت مررة 500 packet، عملت drop ل 30 packet، هاي state data، هاي مش configuration. so I data زي هيك I cannot write، I cannot modify، I cannot configure. واضح؟ واضح الستيت؟ الستيت اللي هي what's the state of this مثلاً الديفايس، what's the state of this interface، what's the state of this parameter. اوكي، هاي انه بقرأ I can read الفاليو تاعيته but I cannot modify. واضح؟ الconfiguration اللي عبارة عن read write والstate data عبارة عن read only. واضح انه هاي وين بستخدمها؟ من اسمها configuration. اوكي، الاشياء اللي I can configure على الديفايس اور من ناحيه parameters، ممكن algorithm تكون، مش شرط algorithm على ديفايس. هاي الستيت داتا اللي I cannot configure. اوكي، واضح واضح واضح. تمام. هلا اذا فهمنا هاي الامور، اوكي، هلا هاي الكونتينر قاعد بحكي الكونفيج، يعني الكونفيجريشن تاعها فورس. this is not a configuration. ايش كل الكونتينر هاي كلها لازم راح تكون read only. ليش؟ because قاعد انا بحكي this is not a configuration interface configuration container not a configuration container. اوكي، واذا بدك شيء ما يكونش انه read write نحطه config false. طبعا بتحطه within this is ايش حكينا data node. خلينا نرجع على هاي، هاي هون مش موجوده الديفولت، اذا مش موجوده كانها config true. يعني هون بدنا نحط كلمه، خليني سلايد انضف، احط هون config true او ما احطها الديفولت. اذا ما حطيتهاش هاي، فهاي عباره عن الانترفيس هذول everything in here is read write. فبتيجي بتحط بالكونتينر، اذا بتحط بدايته
false everything بصفي read only. It's not a configuration. Just you can read the parameters اللي فيها. إذا بتحط true, okay, بصير read write. But باجي بقدر يكون هذول كلهم read write وأجي أعمل هاي إيش read only. But إذا عملت container or list read only, كل إشي بصير read only. ما بتقدرش تعمل إشي part منه read write. تمام وراح نشوف هاي ان شاء الله لما نطبق عملي ان شاء الله. تمام good questions excellent. okay let's explore the example. okay يعني modules. okay حكينا سابقا انه في عندي two again الفيندرز بيعملوا يعني models. في عندي two standard بوديز بيعملوا يانج موديلز الاي اي تي اف والاوبن كونفيج. ووريتكم ايش منين بنجيب هذول الايش منين بنجيب المودلز هذول الاي اي تي اف هاي الويب سايت اجين مش الويب سايت بس بروجكت سب بروجكت على الجيت هاب والاوبن كونفيج هون. فبالتالي كيف بدي اجيب هذول الديفينيشنز من الجيت هاب؟ كل كيف بجيب شيء من الجيت هاب بروجكت؟ هاو كان اي فورك project من GitHub or clone it بالGIT okay بالGIT command line. هذا اللي بدي أجيبه. تقدر أنت طبعاً تعمل له download من طريق البراوزر but it is easier okay it's easier أن نعمل get GIT clone هاي again لو تروح هنا هاي تحطها بالبراوزر تقدر تعملهم برضو download fine but again this is إيش more إيش more convenient. فبصير عندك كون directory اسمها كيانج directory اسمها public. إذا بتعمل الثنتين إذا ما تم بالثنتين. أوكي تمام. أوكي. هلأ إحنا هون رح نيجي كمان ننزل. أجين هذول المودلز هذول اليانج مودلز. رح هون نيجي نستخدم إيش عبارة عن tool. It's called again the pyang مش tool. It is the pyang عبارة عن Python package. شو هاي البايثون باكج؟ اوكي بقدر اوكي اتس بايثون باكج تمام. البايثون باكج معناته بدي اكتب ايش بايثون سكريبت واعمل امبورت للبيانك. بدي اكتب بايثون سكريبت واعمل امبورت للبيانك. ليش بدي ليش بتفيدني هاي الباكج البايثون باكج؟ عشان هيك درسنا جايز قعدنا وات ايفر بما يعادل افكتيفلي اسبوعين ونص على البايثون. اوكي تمام. ليش بدي اعمل هاي؟ بقدر استخدم هالباكج to validate اذا انا بكتب يانج موديل وبدي اعمل له فاليديشن هل هو صح ولا مش صح ناقصه ايش ولا لا to validate or verify اليانج موديل. تمام again وانا مش راح اكتب شيء بايدي بهذا الكورس اوكي وانما انا راح اشوف يانج موديول مكتوبين جاهزين اوكي راح استخدمها to convert the يانج موديلز to various formats اللي هو هي مكتوبة بال مثلاً موديول بيكون مكتوب باليانج لانجويج بدي I want to convert it to different format just for convenience for whatever reason okay تمام. بس أنا مش راح أجي أكتب Python script وأعمل import للبيان. مجرد ما ننزل البيان it's Python package بنزل معها automatically PN command line tool. شو يعني command؟ يعني shell tool shell command tool اوكي شيل كوماند اسمه كول بيانج على نفس اللانجوج فمش راح اعمل هذا الشيء اوكي البيانج عباره عن كوماند بالشيل تعطي اوبشنز تعطي فايلز بعمل لك عليه فيريفيكيشن اور كونفيرتينج اجين تو فاليديت وكونفيرت فاجين طبعا كيف هاي بنزل هالبيانج ثيرد بارتي باكج دازنت كم وذ ستاندرد بايثون باكجز ايش عن طريق ايش لصورته خبر المفروض عن طريق إيش pip or pip3 install pyang okay بنزل لك إياها تمام good خلنا نشوف كيف بدنا نستخدمها فبديش استخدمها بالطريقة هاي وإنما just راح استخدم command line okay أول إشي خليني أوريكم إيش اللي هو الانترفيسز okay الانترفيسز اوكي موديول الفايل كامل اوكي ليت مي شير وذ يو
New share. Finder. لما تعملوا ال get git clone GitHub لتشغل طبعاً لتو projects فبصير عندك كون two directories public واليانج. Okay. public تاع okay اليانج اللي هي من ال IETF وهاي public اللي هي من ال open config. Okay. وهاي I will not look into it now. فبطلع عندي هون اليانج في عندي different directories طبعاً كل دايركتوري في عندك بكون help readme file بيجي بحكي لك شو الدايركتوريز هذول فيهم. اوكي اذا بروح مثلا هون على الفندرز هاي طبعا هون في عندي tool yang viewer graphical user interface. اوكي بس اوكي ما استخدمتهاش. اوكي احنا رح نستخدم البيان هون. اذا بتروح مثلا على الفندر بتلاقي مثلا سيينا سيسكو فوجستو هواوي نوكيا بيجي بحكي لك يعني مثلا هون اذا بتروح على السيسكو في عندك different operating system تاعون سيسكو NX وX E وX R حسب هو firewall ولا switch ولا firewall أي شيء. مثلا هاي الX E بتروح بعدين على ال firewall اللي عندك بتشوف شو هو الموديل تاعه. أوكي وهي عبارة عن طلع سيسكو ACL operation yang هذول اللي هم again الخاصين بالراوتر هذا وthis operating system طلعوا كم Yang model بعمل implementation MPLS IP هذول كلهم طبعا عبارة عن Cisco specific خاصين بسيسكو. Juniper ما بيدفعوا هذول معه. أوكي تمام policies whatever processes طبعا حسب هون الراوتر model. أوكي لأنه بيختلف من راوتر لا راوتر لأنه الراوتر إله كل راوتر عندهم إله some features. أوكي فهذا مثلا هون هذول Cisco هذول خاصين بسيسكو. أوكي احنا بدناش مثلا ندرس الاشياء الخاصه بسيسكو. اوكي فبروح هنا على الستاندرد. اوكي الستاندرد وفي عندي اكثر يعني احنا هون راح نيجي بس نشوف جوات الاي اي تي اف بس الاي تريبل اي لهم موديولز ببلشت. اوكي اللي هم طلعوا يعني موديولز تو كونفيجر ذيس ديفرنت بروتوكولز. شايفين هذول البروتوكولز وي كان كونفيجر ذم. Okay, we can فيهم parameters we can configure them remotely. فلازم يعملوا لهم yang models عاملين لهم هاي الإيثرنت whatever. تمام تمام. Okay, هاي الاي تريبل اي بس بروح أنا على الاي اي تي اف لأنه أنا مهتم مثلاً بالinterfaces ما بروح على الدرافت بروح على الار اف سي. Okay, و I have many of them. Okay, هلا وين الinterfaces اي اي تي اف هاي الinterfaces طلعوا الinterfaces كم فايل عندي اللي هم two definitions كل again هاي تاع 2014 وهاي تاع 2018. خليني أرد فتح تاع 2014 لأنه أنا اشتغلت عليه. طلعوا كيف النيم تاع الفايل بكون اسم الموديول at وتاريخ الريفيجن وتاريخ الريفيجن. تمام تاريخ الريفيجن هذا تاع 2014 هذا تاع 2018 ولازم أسميه باسم الموديول ودت يانج. تمام هلا بدي ايش بدي افتح بدي افتح بتكست اديتور وانا بفضل اي تكست اديتور جايز تفتحوا. اوكي اي تكست اديتور تفتحوا انا بدي افتحه بال ايش ليت مي شير وذ يو ذس از المايكروسوفت فيجوال ستوديو كود. ليش؟ لانه هذا مش كل التكست اديتور بيلون لك إياهم حسب الكيورد حسب الديفينيشن لليانج. هلا هذا المايكروسوفت ما فيهوش بس بتقدر تضيف له اد اون يعني مجرد ما تفتح الفايل مجرد في اد اونز يو كان ايش تقدر تعمل انستول لاد اونز. ذس از المايكروسوفت كود. اوكي مايكروسوفت فيجوال ستوديو كود. اوكي طلعوا في ايش اد اونز بيسهل عليك الامور مجرد ما تفتح شيء دوت يانج على السريع بيجي بتطلع لك بوب اب بيجي بحكي لك هل هذا فيه بالماركت بليس طبعا فري فيور خاص فيه بيلون لك السنتكس. فجيت حكيت له يا نزل لي اياه. اوكي هاي الموديول الانترفيسز هاي النيم سبيس هاي البريفكس اي اف شفناهم هذول. تمام هاي الاورجنايزيشن ديسكريبشن طبعا هذا الحكي قلت انا كله شايله. هاي الريفيجن 2014 ديسكريبشن وبيجي بحكي لنا هون الريفرنس وين ال RFC تاعها موجود. اوكي طبعا هذول انا كنت شايلهم. بعدين هون في عندي بانش اوف ستاف ديب تايب ديف زي سي بلس بلس تايب ديف بيرجع بيعرف اشياء عنده هون. اوكي كونفينينت نيمز. اوكي هاي الكونتينر الانترفيس الكونتينر الاولى في عندنا حكينا تو كونتينرز.
بيجي بحكي لك الديسكربشن بتاعها، بعدين الليست انترفيس، مش الانترفيس فيها عباره عن ليست اوكي، ويجي بحكي لنا طلعوا قديش في حق الديسكربشن. طبعا انا هدخل كنت شايل اللي بتشوف السلايد هاي اللي في الاولى، ويجي بحكي لنا لايش بستخدمها وشو معناها، هاي كله بدنا نقراه لما نيجي نستخدم الريست كونف والنت كونف اوكي تمام. هاي اللي في الثاني الديسكربشن، هاي اللي في التايب اوكي تمام، هاي enabled اوكي. طبعا هون كنت شايل شغلات الديسكربشن كانت موجوده، التايب كنت شايلها عشان enabled كانت موجوده، هاي كنت شايلها اللينك اب داون اوكي. يعني هون اللينك اب داون فيها نيوميريشن وفيها فيتشر، اف فيتشر يعني this is a feature، مش شرط فيتشر، مش شرط كل، مش شرط everybody يعمل هاي، حسب الفيتشر هل الديفايس صديق فيها هاي الفيتشر ولا لا. بعدين this type enumeration، enumeration enabled و disabled whatever تمام. هاي خلصت الكونتينر الأولى، بروح على هاي operation، طلع operational state data اللي حكيت لكم، operational state data هاي configuration، هاي operation state data، state data معناته config flows false، config false ف everything here شو بصير عبارة عن تمام كل شيء هون بصير read only اوكي. هاي فيها اكثر اوكي، فيها admin status، اشياء بتشبه المبس اوكي، لانه اجيت هذا اجى بعد الاس ان ام بي، لازم يكون في زي الاس ان ام بي اقل شيء وزياده عليه اوكي. وهل اوكي الاوبريشن ستاتس وات ايفر اللي هو بكون اب ولا داون اللي يكون هذول نشتغل عليهم اوكي تمام. الاي اف اندكس، الفيزيكال ادرس، الماك ادرس تمام. ليش ريد اونلي؟ لان الفيزيكال ادرس يو كانت تشينج تمام تمام. اللور لاير والهاير لاير، شو البروتوكول اللي على الهاير لاير اوكي تمام تمام. والان اوكتتس، كم بايت اجاني فات علي على الديفايس اوكي. من بعدين هون في برودكاست واتيفر، هذول كلهم شفناهم بالتيبل الانترفيس، بس احنا كان فيه التيبل ايش 22 كولوم متذكرين، ما تعرضناش لكل شيء زي هيك بالعمر، كنت اشتغلت على كابل اوف كولومز منهم اوكي. طبعا هون بتنتهي واتيفر الليف هاي، بعدين بتنتهي واتيفر الليست والكونتينر، وبعدين الموديول اخر شيء طلعوا كم سطر اوكي، عباره عن 700 سطر اوكي تمام. عشان هيك احنا اخذنا جست بارت منه اوكي تمام جود. هلا هذا اوكي، هلا بدي اقراه هذا يس. اذا بدنا نيجي مثلا نشوف بدي اجيب ذس الفيريبل اقرا قيمته، اي هاف تو ريد وات داز ذس مين. هلا هذا اللي بدي اياه ولا هاي اللي بدي اياها، اجين لازم اجي اقراها واشوف شو معناها تمام. good okay. في questions okay. Let me share with you okay. هلا نشوف كيف بدنا نستخدم البي يانج، بدنا هلا نشوف كيف بدنا نستخدم البي يانج ايش، بدنا نشوف كيف بدنا نستخدم البي يانج command line tool. لازم هون اروح وين ايش، وين هم اروح على الدايركتوري مشان ما يصيرش عندي مشاكل. هاي اللي امبارح صارت مشاكل مع زملائك، ما عرفتش ايش كانت المشكله. لازم تروح اكزاكتلي على الدايركتوري وين الموديولز موجودين. يانج حكينا يانج، بعدين حكينا هون بروح على ستاندرد، بعدين اي اي تي اف صح، اي اي تي اف، بعدين ار اف سيز اوكي. هون بعمل لس، هذول كل اليانج موديولز اجين اللي شفتهم قبل شويه اوكي تمام. بعمل بي يانج، بعدين ماينس اف، الفورمات شو الفورمات الاوتبوت اللي بدي اياه، الفورمات بدي اياه يطلع كتري. هلا راح نشوف كيف شو يعني تري اوكي. بدي يطلع الاوتبوت كتري، وبعطيه هون اسم ايش، الاي اي تي اف انترفيسز ات 2014 تمام. هون اعطيته اسم ايش، الفايل اليانج فايل اللي في اليانج موديولز تمام، واستخدمت البي يانج. هاي الماينس اف الفورمات الاوتبوت فورمات اللي بده يطلع لي اياه. اكسلنت. فبيجي بحكي لي في عندك موديول وكولد اي اي تي اف انترفيس شفناه، في عندي اوكي في عندي
تو كان في عندي تو كونتينرز اللي هم الانترفيسز والانترفيس ستيت، هاي ريد رايت، هاي ريد اونلي. تمام تمام. هلا البلس شو معناها؟ رح نيجي نحكي شو معناها. اوكي بعدين هون في عندي انترفيس ستار، شو الستار؟ رح نيجي نحكي شو معناها. وهاي النيم. اوكي تمام. اللي هي كانت عند الليست، وهاي الكي متذكرين، وهاي كان الكي. فالليست بحط لها ستار. اوكي هذول كلهم ريد رايت، اللي بالكونتينر الاولى طلع كلهم ريد رايت، اللي بالكونتينر الثاني كلهم ريد اونلي. هلا هاد بلت ان تايب سترينج، سترينج بوليان انيوميريشن، هذول بلت ان كلهم، ما بحط لهم مش هاي مش بلت ان، وانما ذس ديرايفد. اوكي ديرايف داتا تايب ومن اليانج. اوكي خليني ارجع لشوف وين هاي كانوا موجودين عندي بالفايل، لازم هاي شفناها لما شفنا الفايل هاي الكود. فاجين هاي هم وين هم التايبس يانج كاونتر 64. فاذا بروح على اليانج، اوكي خليني اشوف اليانج IETF يانج، خليني افتح لكم اياه IETF يانج داتا تايبس. خلينا نفتح هذاك الفايل يانج داتا تايبس، اي يانج داتا تايبس. في عندي تو فيرجن 2010 و 2013، خلينا نفتحها على 2013. كيف افتحه؟ جست دروب دراج ودروب ان هير. هاي الاي اي تي اف موديول البريفكس يانج اللي هون الانترفيسز شو بعمل؟ again الانترفيس شو بعمله؟ هاي I imported this module، بخلي هذا الانترفيس as is. اوكي طبعا هون في عندي اوكي بده يكون كل ما ضد لك type definitions. هاي type definitions لكاونتر 32 عبارة عن type def زي C++، عبارة عن unsigned integer 32. اوكي counter 64 وهكذا، هذول just data types. data and time type definition اللي هو عبارة عن string، وهي الformat تاعيته والpattern تاعه اللي هو هون. إذا في عندي هون data type built in بخليها زي ما هي built in، ما بعمل الهاش scoping، هاي string as is باليانج. اوكي سوري بعمل هاش scoping باليانج type enumeration. حكينا عنهم هذول، اعطيتكم التيبل تاعهم. على عكس التايبس هذول اللي هو الكاونتر 64، هاد جايبه انا this derived it's not built in، لازم اعمل له يانج. طلعوا هون خليني اكبر لكم، هي تايب اللي في التايب تاعها يانج، والسكوب اللي هو الكولون، وهي الكاونتر اللي من هون بكون اوكي، وهون مثلا date time بكون، هي date time شفته قبل شوية يانج كولون داي تايم. اوكي خربطت بطون داي تايم اللي كان معرف هناك عبارة عن string. تمام 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 guys، تمام تمام، يعني everything الآن it should be intuitive. فخليني أرجع هلا على التول تاعيتي هون هون again. فهذول types تاعونهم again derived data types whatever، وهي read only whatever. اوكي خلينا نفهم هلا، خلينا نفهم ايش هاي شير. هاي نيو شير، واعمل شير للسلايدات تاعوني. يس شفت سلكت مالتيبل ويندوز. اوكي دزنت سلكت مالتيبل ويندوز. اوكي هاي شفناها قبل شوي طبعا، هون مقصوص الاوتبوت. اوكي تمام جود، هذا اكزاكتلي زي اللي شفته قبل شوي. بس قبل هيك خلينا نفهم البي يانج تري اوتبوت فورمات. طبعا في عندي مالتيبل اوتبوت فورماتس، واحد منهم للتري. اوكي كيف بطلع، كيف بدي اعرف شو الفورمات تاعتها؟ بس بتعمل بي يانج تري هيلب فبطلع لك، فبيجي بحكي لك كل نود is printed as الستاتس، الستاتس plus current، وعندك obsolete
اوكي اور ديبليكيتد او وات ايفر. بعدين هاي في عندنا هذول تو داشز زي ما شفنا تو داشز فيهم، هيك اسهل لي من هناك. بس تو داشز هذول بيكونوا موجودين. هاي انه عباره عن ايش؟ انها كرنت بلس. طبعا هون بيجي بحكي لنا الاوبسليت شو بتكون الفلاج. بعدين لازم يكون عندي فلاج، والفلاج ريد رايت ريد اونلي، وفي كمان فور كونفيجريشن داتا فور نون كونفيجريشن داتا. بعدين في عندي النيم، النيم اوف ذا نوت، النيم طبعا كلهم هيك طلعوا. هاي النيم 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 للنوت. اوكي وهاي الفلاج تاعها. اوكي الاوبشنز بعد النيم بيجي اوبشنز ملزقه فيها مباشره، ما فيش فيش فراغات زي هون، ما فيش فراغات زي هون، اللي هو هاي اذا الليف از اوبشنال تكون علامه استفهام. اوكي فهون تروح تشوف لما يكون هاي بتكون اوبشنال، هاي بتكون اوبشنال، هاي بتكون اوبشنال، هاي بتكون مش اوبشنال، وهاي بتكون مش اوبشنال. تمام جود. العلامه تعجب ما شفناش الستار. اذا في عندي ليف ليست طبعا هاي اذا عندي ليف، طبعا هون ما حكيناش عن التشويس والاني اكس ام ال والاني داتا. اذا ليف ليست تكون ستار، فهون بعرف انه الستار عباره عن هاي ليف ليست، هاي عباره عن ليف ليست. اوكي تمام، عباره عن ليف ليست اور ليست. هي كانت ليست سوري، كانت مش ليف ليست، هاي كانت ليست وهاي كانت ليست. كيف من الستار وانا متذكر انهم كانوا ليست صح، هيهم ليست. فالليف ليست والليست بحط بعد الاسم ايش؟ ستار. اذا ما بحطش ستار شو بكون الديفولت؟ شو بكون الديفولت؟ انه عباره عن ايش؟ ليف. اوكي تمام. اذا بتحط سكوير براكتس معناته هذول الكيز، ليست اوف كيز. فهون هاي عباره عن ليست الها كيز هي هون، ولو كان عندي اكثر من كي بتحطهم هون، بحط لي اياهم هون. تمام. التايب هاي اللي هو الداتا تايب اللي هو خاص بالليفز والليف ليف ليست. فباجي بعرف انه هاي عباره عن يا ليف يا ليف ليست. كيف بدي اميز بينهم؟ بالستار. هاي بعرف انها لا، هاي هاي يا بدها تكون هون من هون لو من هذا الاوتبوت. كيف بدي اعرف انها هاي ليست مش ليف ليست؟ لانه ما لهاش تايب. هاي كيف بدي اعرف هاي لها تايب؟ كيف بدي اعرف انها ليف مش ليف ليست؟ لانه ما عندهاش ستار. هاي كيف عرفت انها كونتينر؟ لانها ما لهاش ستار. والموديول بكون اصلا كلمه موديول انها. تمام. وهاي التايب اللي عندي، التايب اما بكون بلت ان اور ديرايفد. اوكي والشيء اللي فيتشر اللي كان معرف فيتشر حسب الديفايس بتكون علامة الاستفهام هون. هي هذول فيتشرز، لما نروح على هذول بنلاقي فيتشرز. اوكي تمام تمام جود. ليت مي شير وذ يو الفول ديسكتوب واشوف هذول الديفرنت تايبس انه صحيحات ولا مش صحيحات. هاي نيو شير، هاي ديسكتوب، هاي شير. تمام هاي خليها على جنب. اوكي هون. تمام اول اشي اللي بدنا نشوفه حكينا الليست. هيك كيف بنميز بتوين بالاوتبوت تاع التري؟ كيف بنميز بتوين الكونتين الموديول والكونتينر والليف والليف ليست والليست؟ حكينا عنهم. تمام هذول ما فيش مشكله فيهم. اوكي هلا هون مثلا هون خلينا نشوف فضول اللي هم بالعبارة هذول وين موجودين؟ بالكونتينر الأولى اللي هم اللي هم عبارة عن option optional or مش optional. أوكي هاي أوكي تمام. هاي الكونتينر اللي هي الانترفيسز. أوكي هاي حكينا عنها. هاي مش optional. النيم مش optional. النيم مش optional. شو النيم بيحكي لها مش اوبشنال؟ هيها هاي النيم مش اوبشنال. اوكي نيم، ذيس از الليف نيم، يس
leaf description. Yes. Leaf description. خلنا نشوف leaf description. لازم هون يكون mandatory. كلمة mandatory. لازم تكون هون كلمة mandatory. This is a leaf name. هاي description. هاي description. Type. Yes. هاي type. Okay. Yes. Okay. هلا أعرف ليش. Okay. هلا طلع هاي type. Leaf type. Mandatory true. This is mandatory. فالtype لازم تكون mandatory. ما بتكون شلون علامة استفهام. أيوة ما فيش علامة استفهام. أوكي تمام. هلا هذول ما بكون الباقيين ما بكونش المانداتوري عندهم ترو. أوكي بتكون المانداتوري فورس أور ما بتكونش إشي أصلا. هاي الإنيبلد طلعوا الإنيبلد ما فيهاش مانداتوري. أوكي نفس كلمة المانداتوري فورس إذا بتكون كلمة أوكي مش الستيتمنت تاعت المانداتوري أجين مانداتوري كيورد بعدين تبعها اللي هو argument يا true يا false بعدين semicolon. هل هون إذا ما فيش الديفولت إنها تكون false. فالenabled ما فيش أنت فأجين it is إيش it is not mandatory. link up و down link up و down ما فيهاش mandatory فإيش بتكون برضه optional. تمام. هلا description نفس الإشي optional يعني ما فيهاش مشكلة. هاي description على عكس هلا نيجي هون. طيب الليف هاي النيم هاي النيم مش موجود مانداتوري. هاي اللي كانت هلا قبل شوي ما عرفتش ليه ما فيش هون مانداتوري. هاي اللي فيش مانداتوري ومع ذلك حاط لي اياها مش اوبشنال. ليش؟ لانها عباره عن كي والكي مستحيل. لانها عباره عن كي والكي مستحيل يكون المستحيل. الكي مستحيل يكون ايش اوبشنال. واضح الكي مستحيل يكون اوبشنال. تمام الكي مستحيل يكون optional. تمام هلا هاي guys please اعملوهم على هذول برضه. هلا هون اللي كان عندي الفيتشر وايش الفيتشر عند اللينك up و down. اذا بتروح على الفيتشر if up و down هيو لازم تكون هون عندي فيتشر if فيتشر. هذا بيعتمد على فيتشر. ف again this is again هاي انه بيعتمد على فيتشر. منين هاي كلها الحكي هي if the list of features depends on. فبيجي بحكي لي هاي depends على الفيتشر ال if map. اوكي ناس طبعا نحكي شو معناها بتعتمد على ال if map. علامة الاستفهام دائما شو بتعني ايش عبارة عن فيتشر or optional optional or feature. فعلامة الاستفهام تختلف انها تكون هون معناته this node is optional. إذا بتكون هون موجود again this is برضو feature اللي هي يعني optional. okay تمام please guys هلا روحوا على هذول. هاي بما أنها key مش بحاجة أجي أحط لها إيش mandatory. مش بحاجة أحط لها mandatory true. okay هلا هاي هذول كلهم راح تلاقوهم mandatory true لهم. خلنا نشوفهم. هاي بالثانية صح إحنا نزلنا على اوكي يس هاي انترفيس هاي ليف. اوكي هاي كي. اوكي هاي كي تمام. هاي تايب مانداتوري ترو. الادمن ستاتس مانداتوري ترو. جست خليني اعمل هيك بضل لي اياهم كلهم. يس حلو. الاوبريشن ستاتس مانداتوري ترو. Last change. Last change. لو yes. لو تعمل بس شير على البراوزر لأنه مش شايفين صح. مش البراوزر. أنا هون مش على البراوزر. أوكي على الفيجوال ستوديو. على الفيجوال ستوديو بس مش شايفين دكتور إحنا. ليش؟ دكتور بعيد أنا وعن ما الكلام. أوكي صغير يعني تكو. صغير. ليش نسامحه؟ كيف بالأول كنتوا عايشين؟ لا هلا لما عملت انت لما غيرت قبل شوي الديسكتوب وهلا بدك تشرح. يس 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 يس
فأجين يا مو هلا بدي تو 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 هيك تو ويندوز يكونوا بجانب بعض. اوكي باي ذا واي هلا خلصت المحاضره جايز جست دو ذس اون يور. طيب السلايدات هذول مبينين عندك واضحين احمد؟ واضحين اه دكتور. واضحين دكتور. اوكي جود جود هلا ليت مي ستوب ان هير ان شاء الله المره اوكي هلا اي ويل نوت جو اوفر ذس بليز. انتوا لما تروحوا على البيت اوكي مش انتوا اوريدي بالبيت اوكي تاكدوا انه هاي بما انها كي اوكي هاي اكيد راح تكون مانداتوري. هاي لازم تكون عندها مانداتوري ترو. هذول مانداتوري ترو هاي راح تلاقوا انه مش كلمه الستيتمنت تاع المانداتوري مش موجوده اللي هي يعني كان مانداتوري فولس. هاي المانداتوري راح تكون ترو اوكي. هلا هاي شوفوا انها راح تكون يا ليف ليست يا ليست تمام جود تمام وهكذا. بليز انه الاوتبوت تاعك لازم يو فيريفاي ات من الفايل اللي هون تمام اوكي تمام جود. I'll stop in here. أشوف إذا في عندكم questions. Okay, I will not go on. Okay, إن شاء الله المرة الجاية ممكن نأخذ أول نص ساعة ربع ساعة أشياء برضو هون عملي just نفهم هاي الأمور. Okay, غير هيك okay okay وإن شاء الله راح نروح نفوت نحكي عن الرست. Okay, يعطيكم العافية.